تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أسهل نيوتيلا بيتي ممكن تشوفوها. هنعمل مع بعض النهاردة النيوتيلا اللي ينفع بقى نستخدمها في السندوتشات، ينفع نستخدمها في أي حشوات مثلا للفطاير، سندوتشات المدرسة، أي حاجة. يعني عايزة أقول لكم سهلة جدا وبسيطة، هنعملها بمكونات اتنين بس، يعني مش تاخد مننا أي وقت ولا أي مجهود، وممكن تعملوها كل يوم لأنها بتاخدش دقيقتين بالظبط. هنيجي كده في الخلاط، معايا هنا كوباية من الحليب المكثف. الحليب المكثف ده يا جماعة بيتباع جاهز، لو مش قادرين ان انتوا تشتروه مثلا جاهز او مش متوفر، سهل جدا طريقته. طريقته ان احنا بنغلي كوباية مية على النار، واول ما بتغلي بنطفي عليها، وبعد كده بنجيب بنحطها كده في طبق وبنضيف عليها نص كوباية من السكر ونص كوباية لبن باودر، وبندوبهم كده مع بعض، بنقلبهم كده لحد ما يدوبوا، وبعد كده بنضيف عليهم مكعب زبده وبس. هو ده الحليب المكثف. يعني لو مش جاهز عندكم، هو ده طريقته. طريقته سهله جدا، ما بتاخدش دقيقه بالظبط، وهكتب لكم برده مقاديره تحت في صندوق الوصف. بعد ما حطينا كده كوبايه من الحليب المكثف، هنضيف عليه ربع كوبايه من الكاكاو، اللي هو معلقتين، يعني معلقتين كبار من الكاكاو، وهنضربهم كده في الخلاط كويس جدا لحد ما ينعموا كده مع بعض. نضربهم لمده دقيقه كده، اول ما ينعموا مع بعض كده يعني يختلطوا ببعض كويس جدا، هنجيب نص كوبايه بقى من الزيت، نص كوبايه من الزيت، اي ايا كان يعني الزيت، اهم حاجه بس يكون زيت كويس، يكون ريحته كويسه، علشان بس ما يخليش طعم النوتيلا مش حلو. وهنحط كده الزيت شويه بشويه، يعني هنحط شويه وبعد كده نضرب، وبعد كده نحط شويه تانيين ونضرب لحد ما ايه، لحد ما توصل للقوام الكويس اللي احنا عايزينه، توصل لقوام تقيل كده، يبقى هي كده خلاص، كده خلصت النوتيلا وبس. هي دي النيوتيلا، سهله جدا يا جماعه. ممكن تعملوها كل يوم عادي فريش كده، تعملوها في دقيقتين بالظبط، ما بتاخدش اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان طعمها احلى من بره كمان، يعني احلى من النيوتيلا الجاهزه. وكفايه بقى ان هي صحيه وسهله وبسيطه، وما فيش فيها اي تكلفه خالص، ومش غاليه خالص. بس كده، بعد ما ضربت بقى المكونات كويس، ضفت بقى باقي الزيت اللي اتبقى معايا بس كده، وهنضربه برده كويس ضربتين ثلاثة كده لحد بقى ايه، ما القوام معانا يبقى تقيل. بس هي كده خلصت النوتيلا. بس كده شايفين سهولتها، شايفين بقى عاملة ازاي. طبعا لما بتحطوها بقى في التلاجة بتتقل شوية، وعلى فكرة هو ده قوام النوتيلا الأصلي، هو متبقاش تقيلة قوي يا جماعة، هي بتبقى تحس ان هي كريمي كده. بس شايفين بقى عاملة ازاي، عايزة اقول لكم طعمها تحفة. وعلى فكرة ممكن تضيفوا لها اللي هو روح البندق، اللي هو ممكن تشتروه من عند العطار، تضيفوا لها معلقة كده أو حاجة، عشان يعني تخلي طعمها أغنى يعني. بس لكن هي من غير بندق ومن غير اي حاجة هي جميلة. بس كده يكون خلص الفيديو بتاعي، اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.